سميتم هذه الحرب بحرب الاستنزاف، ما هي خصوصية هذه الحرب؟ طبعا نحن حربنا هي حرب شعبية أولا، وفي تجربتنا الماضية مزجنا ما بين ما يعرف بحرب العصابات وما يعرف بالحروب الكلاسيكية، وأصبحت لنا تجربتنا الخاصة تجربة جيش التحرير الشعبي الصحراوي، واللي أصبحت تدرس في بعض الأكاديميات العسكرية، وأصبحت محل بحث ودراسة من طرف خبراء عسكريين عالميين. هذا منطلق أنه ليس هناك تكافؤ فيما يسمى بالقوى والوسائل بين جيش التحرير الشعبي الصحراوي والجيش الملكي، طبعا هذا بديهي. نعم. من هذا المنطلق أسلوبنا الخاص والمبني بالدرجة الأولى على الاستنزاف جربناه في المرحلة الماضية وأعطاه أكله، استنزاف معنوي، استنزاف اقتصادي، لكن الأهم من هذا أنه في هذا الاستنزاف المعتمد على العنصر البشري وليس على الآلة استطعنا أن نفكك المنظومة الدفاعية المغربية باعتبارها منظومة متكاملة ما بين حقول الألغام والأسلاك الشائكة والحيطان الرملية والحيطان الحجرية والخنادق ميم دال والقوة في حد ذاتها المسلحة وقوات التدخل والرادارات والمدفعية وغيرها، كل هذا الكومبلكس، كل هذه المنظومة الدفاعية المتكاملة نحن لا نجابها ولا نتصدى لها بطريقة كلاسيكية، يعني نحن لا نحارب بالطرق الكلاسيكية، لكن بهذه الحرب الاستنزاف المعتمدة على المهارة البشرية وعلى العنصر البشري نفكك هذه المنظومة، نقاتل كل مكون من هذه المنظومة على حدة، وفي مرحلة معينة نستثمر هذه الانتصارات. وهل بإمكان الجيش الصحراوي يعني الصمود أمام الجيش المغربي الذي يكيد أنه يحوز أسلحة متطورة ربما؟ طبعا أثبتت التجربة الماضية ونحن كما قلت في وضع أضعف بكثير مما نحن عليه الآن، سواء من الناحية العددية ومن ناحية الخبرة العسكرية ومن ناحية التسليح، كنا في وضع أضعف بكثير، كنا في بدايات الأمور، الجيش الملكي يفوقنا بالكثير والكثير والكثير، برهن جيش التحرير الشعبي الصحراوي عن قدرته على الصمود، لكن أكثر من هذا قدرته على التأثير. في 1991 المغرب هو الذي كان يطالب بوقف إطلاق النار، أنهك جيش التحرير الشعبي الصحراوي، واجه المغرب مدعوم بالغرب، مدعوم بالمال الخليجي، هو ترسانة في ذلك الوقت، لكن استطاع أن يتغلب جيش التحرير الشعبي واستطاع أن يبرهن ميدانيا عن قوته. إذا أخذنا هذا لما حصل وقف إطلاق النار في عدد الأسرى كمثال، جيش التحرير الشعبي الصحراوي كانت لديه ما يقارب 3000 أسير، فالوقت اللي الجيش الملكي طلق أسر صراح 66 أسير صحراوي، هذا مجرد مثال. إذن الميدان أثبت وبرهن أن الجيش الصحراوي ليس فقط بمقدوره الصمود أمام الآلة العسكرية المغربية، لا، الصمود ولكن التأثير، ولكن هزيمت هذه الآلة بأسلوبه الخاص، بإرادته، بشجاعته، بقتالته. الأسلحة المستعملة حاليا في المعارك التي تدار يعني في الميدان بين طرفي بين الجيشين، إلى حد الساعة حصلت هجمات وإلى حد الساعة حصلت أقصاف وقلت تجاوزت 300، وهذه بالنسبة لنا مرحلة تسخين، والجيش الصحراوي كذلك له إمكانياته الخاصة وله تسليحه الخاص. كيف ستكون مرحلة قديمة؟ ونعول كما أعطتنا التجربة الماضية على التسليح المغربي، لأنه عادة الأسلحة المغربية جزء كبير منها سيعود إلينا من خلال القنائم إبان المعارك، وسنستخدمه ضد الجيش المغربي كما ألفنا ذلك في الحرب الماضية. يعني المفهوم من كلامكم أنه سيكون هناك تصعيد يعني في المرحلة القادمة؟ طبعا الحرب ستتصاعد، سترتفع الوتيرة، ستتسع الساحة، هذا أكيد. الحرب لن تتوقف على المستوى الموجود عليه حالا، لكن هذا الاتساع وهذا التصعيد وهذا تمليه المواقف الميدانية في الميدان، وأكيد سيحصل هذا. كل ما يبرز من عتاد وآليات ما هو إلا جزء قليل من غنائم جيش التحرير الشعبي الصحراوي التي لم تقتصر على الآليات الخفيفة، بل إن هناك أيضا مصفحات AML 90 ملليمتر التي زود بها نظام جنوب أفريقيا العنصري نظام الغزو الملكي، ودبابات SK 105 ملليمتر
وهي من صنع نمساوي فرنسي مشتركة. تتواكب أسراب هذه الدبابات التي يقودها أبناء شعبنا البواسل في جيش التحرير الشعبي الصحراوي ليظهروا أنهم قادرون على استيعاب تقنيات الحرب الحديثة. إن هذا الاستعراض الشيق الذي دام زهاء الساعتين يبرهن حقا على التفوق الميداني لجيش التحرير الشعبي الصحراوي على قوات الاحتلال المنحطة المعنويات والقابعة داخل التحصينات المحاصرة ليل نهار، كما يبرهن على مستوى التنظيم ومدى العبقرية اللذين يتحلى بهما جيش التحرير الشعبي الصحراوي، ويعطي فكرة عن أوضاع الغزاة المحطة ووفرة وضخامة الأسلحة التي يحوزون عليها. في تشيرة وجه حيفا حيث استولت على 12 كيلومترا من خط دفاع العدو وكبلته خسائر فادحة. وتشيرة تعتبر حصنا حصينا. بعد الاستعراض العسكري الرائع ألقى الأخ محمد عبد، كانت الوفود المشاركة والبعثات الصحفية التي جاءت لتغطي وقائع هذا الحدث التاريخي على موعد مع معرض كبير لغنائم جيش التحرير الشعبي من الأسلحة والمعدات والعتاد الحربي المستولى عليها خلال الملاحم البطولية التي يخوضها مقاتلون الأبطال ضد مغتصبي وطننا. من حطام الطائرة إلى الدبابة المجنزرة إلى السلاح الفردي إلى الوثائق، كل شيء هنا يحمل علامة جيش الغزاة. الأسرى بعدد هائل ضباطا وجنودا وضباط صف وطيارين يتحدثون بطلاقة مع الوفود والصحفيين. إن حالتهم الصحية الجيدة تدل على أنهم يعاملون برفق وأخوية بالرغم من قساوة المعاملة البشعة التي يعامل بها الغزاة الشيوخ والنساء والأطفال الأبرياء من أبناء الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. Thank you.
Transformation en France. À quel endroit ? À Orange. Avec des officiers marocains ou avec des instructeurs français ? Non, c'est des instructeurs français qui m'ont appris à piloter. De quelle année à quelle année ? En 78. Ça faisait partie d'un contrat d'assistance ? Oui. Qui était indépendant de la bande d'armes ou bien qui était dépendant de la bande des avions ? Non, le Maroc, au moment où il a acheté des avions, c'est normal. Comme tous les pays au monde, on lui impose quand même des conseils techniques. On lui impose quand même aussi la transformation. Il était obligé d'accepter ça. Ça fait partie du contrat. Sur le champ de bataille, il n'y a pas de Français. Donc en principe, les Français ne participent pas aux préparations des missions. Ils ne connaissent même pas le terrain d'ailleurs. Donc de ce côté-là, on est tranquille. En ce qui concerne la transformation et l'assistance technique à l'intérieur du pays, les Français que nous avons, ils se limitent à l'instruction des jeunes pilotes.